ما هو واقع الحقوق والحريات في عالمنا العربي للعام 2020؟ منذ بداية أزمة كورونا الذي أصاب الملايين في مختلف دول العالم، تسعى بعض الحكومات العربية إلى استغلال هذا الوباء من أجل تطبيق قوانين وإجراءات خاصة تهدف إلى تضييق الخناق أكثر على الحريات والحقوق العامة والفردية. ففي لبنان قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن اللبنانية استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية مع المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت، وقد تم استدعاء 60 شخصا على الأقل منذ أكتوبر الماضي على خلفية تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما خلق جوا من التخويف بين اللبنانيين. وفي الأردن حضت منظمة هيومن رايتس ووتش خلال العام الجاري الجهات الرسمية الالتزام بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها في مواجهة كورونا المستجد. واعتبرت المنظمة أن الإفراج المؤقت عن السجناء ومكافحة التلاعب بالأسعار وتخفيف أعباء الديون ستقطع شوطا طويلا في مساعدة الأردن على تجاوز الأزمة. أما في قطر فقد توجهت المنظمة إليها كي لا تتخلى عن مسؤوليتها تجاه حقوق العمال، ففي كثير من الأحيان تقوضت الإصلاحات الإيجابية جراء ضعف التنفيذ، ولا يزال العمال يواجهون تحدياً في تقديم شكاوى من دون المخاطرة بخسارة دخلهم ووضعهم القانوني. وفي العراق الوضع ليس أفضل حالا، إذ يعاني آلاف النازحين العراقيين الموصومين بشبهة الصلة مع تنظيم الدولة الإسلامية وسط حلقة مفرغة من الانتهاكات. وتواصل سلطات الحكومة العراقية المركزية وكذلك حكومة إقليم كردستان منع أو إعاقة حصولهم على الوثائق المدنية الضرورية للتوظيف والتعليم وتلقي الخدمات وحرية التنقل. لا شك أن العالم العربي يشهد في العام 2020 نكسة مدوية في الحريات السياسية والمدنية وحقوق الإنسان، ولم يأتي وباء كورونا إلا ليقضي على ما تبقى فيه من ديمقراطية مرجوة وحرية منشودة.